اسمي حنان عوبة، من سكان مواليد الداخلة. مشكلتي عني في خدامة في شبيبة الرياضة في قاعة المغطاط. ديجا تعرضت للحقرة من طرف مندوب الأول، وخدمت على يد المندوب، ما خدمتني لا شركة لا جمعية، وخديت حقي بتدخلات الصحافة والإعلانات ودرشي. ومن بعد تعاود لي نفس المشكل. جات واحد السيدة تما مسيرة، ماشي مديرة رسمية، مسيرة، فرضت عليا نمشي نخدم في دار خوها، ميناج في دار خوها. رفضت، جات دخل المندوب، فرضوا عليا كونترا ديال 3 شهور، وانا لا يعقل نسيني انا كونترا ديال 3 شهور مع الجمعية، وانا خدامة 6 ايمان في ديك قاعة المغطاط. من بعدها جاني المندوب قال لك ما يمكنليش نسمو. هذه قالت لي بلا فرضت علينا الوزارة على ملتك انت، على قبلك انت بالذات. انا ما يمكنليش نسيني كونترا وانا خدامة 6 سنين. من بعد جا المندوب حبسني، ما نبقاش ندخل قاعة المغطاط. خدمتي الاولى مشيت عنده الإدارة، قال لي شوفي احنا راعينا لصحتك بأنك مريضة بالسرطان بالضيقة، غنعطيك 5 الإدارات. واش هادي اللي مريضة ويعطيني راحة لصفتي يعطيني 5 الإدارات؟ أنا ماشي آلة صناعية، هادشي كامل باش يخرجوني من الخدمة بأي طريقة. جيت عند رجل اللي هو رئيس شي حاجة فهم في الإدارة، بدا كيحسب لي فيهم. قلت له اسمح لي انا ماشي آلة صناعية وكاين القانون. مشيت، قال لي صافي الله يعاون. من بعد ملي شكيت للسيد الوالي ما جاوبنيش، شكيت لبعض المسؤولين، الديوان الملكي، لالا مريم وزير الداخلية، حتى واحد ما جاوبني. قال لي انا عندي منصب في الداخلية، هي قالت لي انا بنت القباج اللي عاتي تعرفي انت الوالي والوزير، انا ما كنعرف حد، انت خدامة عندي. انا بغيت نعرف واش هذيك إدارة الدولة ولا دارها. خرجنا حنا جوج اللي من ولاد الداخله صحراويين. الطفل الاول تهموه بالحشيش، قالوا كيكمل الحشيش. شنو انا كندير؟ كنكمل كوكايين؟ شنو كندير؟ وفعلا استفزوني، واضطريت ني شفت حتى شي حد ما جاوبني، اضطريت نرفد جوج لتر ديال ليسانس، وبغيت نمشي نحرقو في ديك الاداره، لان هو كيقول لي انا في الداخليه. من بعد تهدئات بالناس وكلشي، وغير ماشي خوف، خفت عن ولدي لا نخليه يتيم او عن شيء. انا مستعده ندخل الحبس على دي الحقره، مستعده، لان حقرني الاول والثاني ما يمكنش، وعلى ملة تسطلو الجفاف 1500 درهم، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. كيستفزوني، رجعت ما حرقتش، غير على ملة علاش ما حرقتش وعلاش ما درت هاي الجريمه؟ على ملة ديك البلاد اعز بلاد عند الشعب المغربي، وما فيهم سيدنا تيتمت على ديك التراب، بويا تيتمت مات على ديك التراب، امي اللي عندها 66 سنه ما خلات استعمار، ما خلات المسيره، ما خلات السماره، راسها فيه الحديد. ديجا انا دفعت، طلبوا مني في الاول دفعت ملف للوزاره، لان قال لك خاصك طالعه في 7 سنين وانت معاهم، خاصك تسويه وضعيتك. هو قال لي انا ما يمكنش، كيكذب على الناس، قال لهم بقات فيا لان وضعيتها مريضه بالضيقه. واش اللي مريضه بالضيقه يعطيني 5 ادارات؟ المشكل عني ما نبقاش في ديك القاعه، ديك القاعه مدخوليتها فلوسها كثار. اللي كيقول لك انا خدامه مع الجمعيه، انا ما خدمتنيش الجمعيه، انا عندي الاثبات وعندي الشهود بلا المندوب شخصيا والجمعيه. انا ما عرفتش جمعيه، واش الدوله غدعم جمعيه باش تصرف على الدوله؟ راه ما يمكنش. ما ثانيه حتى شي ورقه، حتى شي التزام، حتى شي كونطرا. دريك بغاو يعدلوا لي كونطرا ديال 3 شهور باش يصوعوني، يعني هذاك ودير 5 الادارات باش انا نفتر وحدي ونمشي بحالي، نسمح في رزقي. دريك انا طالبه طلباتي يشدوا لي حقي، لاني صافي ما تليتش قاده نصبر للحقره.